شوف مراد يا شهيد اللي كسرت الحديد اللي كسرت الحديد شل اسمك في تاريخ شل اسمك في تاريخ جماهير الشعب يوم جماهير الشعب يوم
تقل لك منا تحية، ما تقل لك منا تحية، وتمسند على العهد وفيا، وتمسند على العهد وفيا، والما تقل لك منا تحية، ما تقل لك منا تحية، وبالنضال على العهد وفيا، وبالنضال على العهد وفيا. إذن بالبداية تحية نضالية عالية يوذان تماسند جميعا الجماهير الشعبية ببلدة تماسند، سواء يوذان نجان حاضرين بالشكل النضالي، يوذان نجان غير حاضرين بالشكل النضالي كذلك. تحية النضال والصمود المناظرين يجد تبدل المعاناة التنقل زقمشان بني الرعياش بقية المناطق، من اجل انه كنحضان الشكل النضالي النارا. تحية شلال ويكفار المعتقلين السياسيين القابعين في السجون الذل والعار، سواء المعتقلين المتواجدين على مستوى سجن عكاشة السيء الذكر، من المعتقلين المزاعين على بقية سجون النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي. لتستشكل النار في حقيقة الأمر فيش المناسبة يخصان هذاك سنين يدون ندر حوايش، ويخصان هذاك سنفت غادون ند النقاط، إلا أنه احترام للوقت وترتيب للأولويات. الشكل النضالي قرر له مساره المحدد، أولا نسجل قبل كل شيء على غرار ما سجلت لجنة الحراك الشعبي بتماسند الساعات الأولى من إصدار الأحكام القاسية في حق معتقلي الحراك الشعبي، موقف الرافض الموقف النغيجان تعتبر أن الأحكام فينا أحكام انتقامية زد تاريخ من المقاومة جارف، أحكام انتقامية زد تاريخ من النضال جارف، وكل ذي أحكام تعكس العجز من النظام في الأجهزة الدولة المغربية خل مشارات الحراك الشعبي في المتاعب للمشاكل يستطع أنه صندوق الدولة، سواء على مستوى المنطقة ناريف أو سواء على مستوى بقية المناطق. حماة فندير الشهيدان ليس لأول مرة قد تاريخ النظام السياسي القائم في البلاد هذه صدر أحكام بس الحجم موانيتين في حقي معتقلين سياسيين، بقدر ما أنه نتذكر أنه كذمانين في الحسن الثاني أظن غلم عارف عمر دهكون لكن هان رعيضة مقان اقتلهم عزمهم بلاد الشعبي خلفهم، اقتلهم عزمهم بلاد الشعبي خلفهم، واعتقلهم عزمهم بلاد الشعبي خلفهم. وبالتالي تقيم الجماهير الشعبية أمامنا وزاد الوجه والصورة واضحة، وزما شيخ الجو مش لنوحد راجل المسين، لأنه أبدا لا نكفي أبدا لا نكفي، لكن أبدا لا نخون وأبدا لا نتراجع، لأن الإنذار في الورقة الحمراء التي أشهرناها في وجه السلطات على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والساد المسن أنه المعركة للجماهير الشعبية تقيم قائمة إلى أبعد الحدود. المعركة للجماهير الشعبية للمسن أتقيم رجل المعركة نضالية قائمة إلى أبعد الحدود مهما كانت الدعوة.
ومهما كانت الهجمات من النظام اللاوطني لا ديمقراطي لا شعب. الجواب خلي الشراب المرتكب في حق المعتقلين السياسيين باش ينظر انه لا خيار غير حبات وطنية. حبة وطنية لكل القوى الديمقراطية المناهضة للاستبداد والمناهضة للديكتاتورية والحكرة والقمع. ابقوا لما انه انت اسكوا شجنة كمناضلين وكجماهير شعبية. الساس يعرف الجماهير الشعبية في المدن المغربية يجي تجن نحييهم على تضامنهم ونرفع لهم شارة النصر حتى وإن كان فالقضية سنرفنين نقع أنه بدونش الفعل النضالي لا سجل البعد وطني يستعصي أنه نار الهجمار المخشن. لكن بالمقابل ما لا نستمر كاللغة التراجع نستمر كالواقع انه نتخارج كالشرائم الى قنيت قرمخزن. فقط نقتصر خوارات وعكويوية نتعاود الجرائم في المأساة في المعاناة بسعد تانية ادمتنا نتعاود الفيديويوية. هذا لا يكفي انه ينتصر ابدا بقدر ما انه يخسلمون الشعب المغربي لجل المطرقة حديثية ستأتي على الطغيان بالاستبداد والحكرة بالقمع الممارس من داخل هذا الوطن الجارح. ما لا يمشيها الموضوع ذاك سوارتني كذلك الشكل النضالي يتزامن اطلاق سراح المعتقد السياسي صلاح الدين لقيت شانك فاكر من حاضر لقيت الشكل النضالي والقائد انه عادي حسن الدور يرحب في سيو عادي نروح نغمغر يرحب في كسر عادي معمر يشحي يرحب في دونات وعادي معتقلين موسعين السجون النظام يخسن عن فكها جديين وبحزم ومسؤولية من رسم عن قدم. وبالتالي نرفع جميع شارة النصر التلميذ المناضل البطل صلاح الشتي يجي تشريف فضل هرا في السجن الجلسي وقفتي الحاضر بالشكل النضالي ونخبره ان الاعتقال السياسي الضريب النضال. لكن اكيد مؤمنين وحتما انه عدد يسجن هذا كثير الانتصار للحليف الشعب وللحليف الجماهير الشعبية. فما تفوتوا من شيء أكثر أسنوش الفرصة بمعتقد السياسي صلاح الشتي الاعتقال السياسي قوية دماغية المناضلين والمناضلات. انه القسم نيجي السادن والمعتقل ارتاح صار واصلك والمعتقل يا رفيق من اجلنا تقلا انا ورت كاي فتناني كيبدان المعتقلين عاوتاني انا كيتجان بي يخوسات وعالمين على لام ايش
نروح نوصل نروح نعرف رفعال المعتقل والشعب الحر المقدام على اي تحية نضالية مجددا السماحة ميابي باسم المعتقل السياسي صلاح الشتلي انه الجيشي متعودة في السوار ويسقط زير حبسي وادي قرسي في التاجة عادي اخترد اصل قدر الظروف ينش ما يهمنا هو انه اصل ما كان يصر الرمزية والاعتبارية جارنا كمعتقل سياسي انت حيات عاليا ونحيي وعبره نحيي كافة المعتقلين السياسيين القابعين في السجون الذل والعار الان انطلق جيش المسيرة شعبية تجوب رحاب البلدة بنيتين في المدين تنشد مجدد بنيت مغنى أصحاب المحلات التجارية يقيمنوا بالعين الرقاوي يقيمنوا بالعين شعاف بالعين أدل تحتني وغير جميع التظاهرة تحية نضالية عالية وتنطلق المسيرة والموتى خالي تحرقا والموتى خالي تحرقا لحشة تعاون مونس لحشة مونس فوش تايت يا طلبي 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 ي
هاد الدولة فاسدة
الجمل المناضلة بارتاج هذا كذا ناضي يوم من المشاهد زي يصير ليدي أحد الجمل مليون المشاهدة يلا هذا المخزن ده غير وين اسمه بارتاج هذا كذا
شوف
راديو متين تحب يا نضال راديو متين قدر انتحى ودي قدر انتحى هذا انا فهمتونا هيك يوسف يا يوسف اتحب بين نضال لذو متينو من أجله منو ناضي له المتكال انتحى حسان واسع
حسين الكفاح. البطاقار يا رفاق ناجنا يا فارق ناجنا سوقنا ناجنا المناطينا شو هو 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 شو
هذا الكيران الكيران ديال المسجد شوها شوها كيزنا و بيتشونينو عارف سي ماهم ايوا ذا الكيران صافي يا احمد امرك سي دانتين كسوم يا موت الجن سوار الفرنسي جنازة الوطن هذا من هنا ما خرج وقرا ايش تجاوبين هل هو
هنا من هانتو هانتو من نين الدرك هنا شيمون فوق عاش الخبز ولا عاش من غني ايش مخدر نظر قدر قدر انتهى قدر نظر مسميت له دوله غير من غير هنا خريلي قدر انتهى متين قدر انتهى ايش ما تحب نظر الطاس تنتين هذا سرجع ويتوري يبس كم موجه كم موجه من ده شارج الشيء تطط مزمن نتسعى فاشل تقوم كيار الشفوس اسوه هذا ليس أبارت تجاه الشيء بريف هل هذا هو الشيء الذي يحصل على هذا هو
ايدهاش ايدهاش اشتري ايدهاش في قاعد سلم وروح هو مش مسار من زين يلا ما تستاش الشتاء كنت كنا الاخوة ننزل لجنين من غيني لجنين حيرك الشعب لجنين فاقشة يقول لا هنا الشيطة هروح نستارى بكين غيبو جماهير قوية اكس يا دواجي كاميرا يقل يوم طوابين هاني وش راد الحياة هذا نعمون شليف شليف ولا عشي من خلا عشرين سنة غايمة عشرين سنة عشرين سنة غسني وشيدني يا سنة تبع لي هات وزقان خايف نصاينا عمال نقاي كوان نوش مالين وقانس بدنا الزون زامين غينين ذي
ماشي غا قايو انا عورن تاع حمويت تفاوي راسي راسي حقا كل ملك من القاعد بلا يم انا الزونزا اللي جنان الحيرك من غادي نبدا المسين من غيني ماشي المسيرة في من غيين نيك اسن جاي معاك الضحك هي نهار عسلع اسمائيل لان الشعر ولاتي شي حاجه قاقا نقعد انتين غنزعل شنو الكلمه ديالها اكس شكون الحكومة انا يمي الضحك هاكي هو مدري غير الجيش ولا ديال طلع ديال نعرف اتفرج من قبل قال لي اف والله ينعر الله ينعر ولدي تكون في الشارع ما يتقاش ما يضحك انا شبع هذا ضحك هذاك الشارع عايشه اش كضحك تزيد وغمسه صعبان ملط روك شان سبع اش ين ماركي ديال الصغنن اما داوبون عائلة مهذبات ولادهم قرفوا المامات والبزنس وطريقنا حمراء حمراء هي طريق الثورة هي طريق الثورة ويا أم الياف اللاحين يا أم الياف اللاحين ويا كل المهمشين يا كل المهمشين وطلب معطلين أرض حياة شعبية ونشنين مورا نحسن ونقان غوغو ونشنين مورا
القناة غير مخزن واش من مرر فيك واش من مرر فيك غير مخزن عياه واش من مرر فيك غير مخزن عياه انت ما غير نظام من ظام وصاب الداي ضمالي وبالوحدة والتضامن بغينا يكون يكون ورغم القدر رغم السوشان ياسين صامتان صامتان إذا تحية نضالية عالية مجددا لكافة الجماهير الشعبية لكافة المناضلين كافة المناضلين الشرفاء الأحرار يوذاني كيف الدن الشكل النضالي من خلال الشكل النضالي يعني الميساج الأول الميساج الأول زي الشكل النضالي وهو تحية نضالية عالية مجددا الميساج الأول زل المسيرة يا النارة ذيش السؤال انت تراحي الخيخ في النار جميعا ذاني تنقي المسي واش المعركة النضالية ذنتها واش اشتويا ذي الأشكال النضالية وذي الأشكال الاحتجاج يغيد نوفا لمدة سنتين كاملتين وبلي يزيد من المعارك ذي الأشكال النضالية واش ممكن أسنوش الفرصة يرمخزن ذي التغي غايقن النهاية للمعركة النضالية أم أنه النهاية للمعركة النضالية إخصاصة تيريم قرونة نغمر طابطة نغضى عصق غالي أهداف ينزو شنين الميمي دنفان شنين أزقي البداية ومن يسكرش المطالب ميخدنفق المسند المطالب قيافة الحراك الشعبي بشكل عام هي المطالب ذات طبع اقتصاد ذات طبع اجتماعي وحتى لا نعميم ونفصل أنني في معظمها هي مطالب اقتصادية ومطالب اجتماعية أسري للدولة المغربية أنه الملف الترشيح من المغرب الاحتضان من كأس العالم 2026 يطالب ذاك الاتحاد الدولي لكرة القدم 14 مستشفى بجودة ومعايير عالمية الطالب يثند الفيفا كشرط من شروط تنظيم المونديال ديال المغرب ديال 1926 في حين انه شنين طالب بمستشفى واحد تعطى 20 سنة الحبس كذلك نقان الردة التي يعيشها المغرب على المستوى الحقوقي على مستوى الحقوق الحريات هي مسؤولية جماعية هي مسؤولية من يتجدق بالخطاب الحقوقي على مستوى منطقة الريف بالدرجة الأولى ومن يتجدق بالخطاب الحقوقي على المستوى الوطني وكذلك نبقى عنا الانتقام أن الانتقام زي المعتقلين السياسيين هو ذي الانتقام هو ذي الانتقام في النظام لأنه نهار 20 سنة هارو شنتيش المناظر كلمة نغني نغابة وخان السعدات فقاد الشر الشرط الموظف كل نقابة أسكشن 20 سنة قادر ذو الشر أنه الحلقية الثلاث بالعددية هدف ذاكس 20 سنة رحلت قادر ذو الشر هذا نغي السيوض النظام كل مغرب أنه أحنا توفرض أنسجامي فالسنير قايد ذري مقدم ذوي يجاس والتينسن اكتع وكتع وكتع لأنه أمخنقه دائما المخزن الشمال
والشمال شوي خايف من أهلم ويتعيف فيه وعماسه يعيف، ولهذا يخصنا نحافظ خل الوحدة للمعركة النضالية، يخصنا نحافظ خل ضمونتنا، يخصنا نحافظ خل أشكالنا الاحتجاجية. أنت تعالي إخوان المناضلين في المواقع شليها وكلها ذنيتين هذاك ياري، والمناضلين في المناطق الأخرى على المستوى الوطني يخصنا التنسيق وطني. أنا المعتقلين كاري، المعتقلين قشراتة، المئات المعتقلين الحركة الطلابية، المعتقلين نقابات الفلاحين، السجون المغرب، عمان المعتقلين السياسيين المغربي تعيش القمع والاضطهاد. إيش نها قد تسعينات قد ثمانينات إيران تفكاك الهجرة لا الخارج ومتاف هنشاغم نهارا تفكى قل هجرة للخارج حمتات. أنا في الحرية حمتة فعل الأقل أن تنفس جن القدر قليل الحرية، لأنه يوذنينا أقمعننا إلى أبعاد الحدود، أقمعننا إلى أبعاد الحدود، وبالتالي لا نقاش قانوني ولا نقاش زيشين الزاوية نظن الموضوع عوانيتين الموضوع سياسي بالدرجة الأولى. بنين القوى؟ الجماهير الشعبية تصارع مدايوية. إشنا القوة ذي المخزن؟ إشنا القوة الشعب والقوة نرجي تغيرين قوية كتا متماسكة كتا منظمة كتا تفكة كتا تنذ الجهة يغايد من نربح بدون منازع وبدون جدال، وبالتالي لا بديل عن تنظيم صفوف الجماهير الشعبية على المستوى الوطني، لا بديل عن من الخروج غالشوارع ككل المدن المغربية الاحتجاج. نحن ندعو الشعب المغربي بكافة قطاعاته، قطاع الطلبة، التلاميذ، العمال، كطبقة اللعب، الفقراء، الموظفين، البسطاء، ندعو الجميع لاستنكار الإجرام المرتكب في حق المعتقلين، بالإجرام المرتكب للشعب المغربي، لأنه نحر ما نوصف، نحر ما نيني، نحر ما نشارح، المخزن ضامن عنا، المخزن ذي المجرم، السفاح، الدكتاتور، غاس القوة، غاس قوة الحديد والنار، المخزن يتبعوا كيس رفقي يقال نضال بالفتنة، المخزن تكاكيس الإذاعة القادة ولا تباح، المخزن الصوانة نغي الكتاب المدرسي أنه المخزن ذباح، المخزن غاس العسكة، غاس الأحزاب، غاس الجمعيات، غاس القاطس، غاس الضيايا. شنين بالمقابل غانغ القضية غانغ الحق، ولكن مزيد غانوي حقه وغانغ الجيشي ومخينا مولاي محمد، إن الحق الذي لا تسنده قوة هو باطل في شرع السياسة. الحق نتعاون القوة ضرباطر كالسياسة، وخراك الحق والسماء أكدش عيني وشحد، وبالتالي الخيار وذلحل هو أنه أنت قوة أكثر. أش من قاعد قوة أكثر؟ الحركة الاحتجاجية قيمة سين للجوز لا يتجزأ زي الحركة الاحتجاجية على المستوى الوطني، ومطالبها هي المطالب اقتصادية واجتماعية والديمقراطية. الحركات الاحتجاجية على المستوى الوطني هذا من جهة، من جهة ثانية على المستوى الذاتي ما يتعلق سلشنات الحراك الشعبي بالدمسين، شنين وضحنا يا من مرة أنه اللجنة تتكون من مناضلين خاص التجارب كالعمل النقابي، تجارب كأعمال خيرية، تجارب التلاميذ، تجارب الطلبة، وبالتالي كافة المكونات لجنة قادرة أنه تسوق المعركة كالمصاري الصحيح، لأنه لجنة وسمعت لي نوفل وسمعت لي جواد وسمعت لي راشد نغي أحمد نغي شنو الجد ساقنا وحدث بقدر ما أنه نكوري الجن يتمر ونظن ونكوري الجن
يتعور ونظن ونقعنا وشنين عاد قنغ ذاك الميدان عاد قنغ ذا مستمرين عاد عازمين عاد عازمين أنه نتحمل المسؤولية لسنوات أكثر وفي معارك أكثر ضروة في المعارك النضالية بكي عذان عشتم جميعا شرط النصر للمعتقلين السياسيين القابعين في سجون الذل والعار وإياكم وإياكم التهم من جديد أنه ذي شين العف أدياس المعتقلين بقابش القنص إنشتاين ونغاين ذنين تجارب كيف كيف هذه رشا النتيجة مختلفة بذوني أكبر الغبي وتنوضي شيء كي السيناريو اني هو صغير غنقع ناشط خطاب العرش لي غناشط العفو الملكي لي قاطع عفو البرلمان منايا غير صحيح لا من الناحية القانونية ولا من الناحية السياسية وغير ممكن انه وديري بتاتا الحل الوحيد هما طفان المعتقلين السياسيين زير حبس الزاكس تم الزاكس نام وغنغديري الحقيقة هي تمونتن الشعب هي ذي الوحدان الشعب هي ذي الإصرارنا كي الصراع نرمغسل شن نغني لا يترجى العفو فقط نسبنا يزدير مغسل أنه نفن تحر أنه نفن تهزم أنه نترجى زغاسي بهايك الحل شنين نترجي والحل زغير مغسل شنين نقع حرية المعتقلين السياسيين يجب أن تفرضها الجماهير الشعبية يجب أن تفرضها الجماهير الشعبية وأكيد أنه نغمون الجماهير الشعبية وسمى هذه السورة الرئيس الحكومة لا الوزير لا الديوان الملكي لاش نحط مغني قطع أذيني أذي بد كل واش الشعب المغربي ني غاسي الضغط ني غاسي سلب ني غاسي سلب الحقوقي الفكرة الأساسية معادلة ضد معادلة الرقم ضد الرقم القوة ضد القوة إيش القوة للمخزن إيش القوة للشعب ونيش هذا الكتاء بدوني غياب حد يا نخدم عماني رنش هذا الكتاء يا عما سناب ميسي ذا نخسنا من والحقيقة يثاغ يجب أن لا نقصر فيها جميعا النضال يحتاج غالمجهود يومي يحتاج غالتنظيم السقوف درس الصفوف لكن مادام من نقع شنين ذر حق أكيد أنه دياز يجبنا هذاك سننتصر خذ ظلم هذاك سننتصر أخذ غيان أكيد أنه دياز يجبنها أدياز يجبنها أشتكين في أمهات المعتقلين أسخيون في المحاكم وأسخيون في المنازل وإلى حدود الآن عسخيون أشتو إني غافح الأمهات المعتقلين أشتو إني غنفاح جميعا متأكد إني رعادة يصيشنها هذا سنفاق سنفاحظ إلى هنا أنحتار من الأذان من صلاة المغرب أنختم الشكل النضالي تحية نضالية أنسى كعكف حريب العاشر ويوطع الشكل